اختتم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة عقدت على مدار 3 أيام لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة دولية بالتعاون مع يونيسف التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتهدف الورشة إلى خلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الشباب، لكونه شريكا أساسيا لتعزيز الانتقال من التعلم إلى العمل من خلال رسم خطة تنفيذية لخلق الشراكات. بتنظيم من منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، يأتي اليوم الأخير لفعاليات ورشة العمل الخاصة بمبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنصة العمل التطوعي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، التي استمرت على مدار 3 أيام بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وتيرة التأثير في هذا الملف الحيوي. The Creator Sports Award, that's the one. And we also got. احنا بنتناقش عن اوريدي المنهج اللي موجود في مصر عن التطوع، ومن الحاجات اللي طلعت ودي واقعيه يعني وبرده اتكلمنا فيها كتير، ان الحمد لله مصر من البلاد اللي هي عندها اوريدي منهج التطوع موجود. احنا بنحب عمل الخير. اعتقد ان هناك الكثير من البرامج الجيده، وسمعنا عن الكثير من المشاريع الجيده التي تحدث في جميع انواع المجالات المختلفه، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفيه ربط النقاط وانشاء منصه يمكن للشباب من خلالها العثور على تلك الفرص التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم من المهارات. الورشة ناقشت عدة نقاط أبرزها الاتفاق على مجتمع الممارسة وطرق العمل، إلى جانب وضع الاستنتاجات النهائية وتحديد الخطوات التالية بمشاركة الشباب، وذلك بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي من خلال إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الثلاث أيام اللي فاتوا غير النهاردة طبعا عشان نتكلم عن الجهود دي، نسمع أفكار بعض، نبدأ إن احنا نشوف إيه الإضافة اللي ممكن تتعمل، ولو كان في حاجة نقدر ان احنا نجمع بيها الافكار دي عشان نقدر ان احنا نضيف. احنا عايزين نشتغل على محورين متوازيين مع بعض. فكره ان انا ازاي ااهل الفولنتيرز او المتطوعين ان هو يبقى متطوع معايا، وفي نفس الوقت بديله كورسات او حاجات بيقدر يستفيد بيها بسكيلز معينه، وده عن طريق برنامج بيبقى ليه عدد ساعات تطوع معين، وبدل ما اديله جايزه او شهاده ببتدي اديله مكانها كورس يقدر ان هو يستفيد بيه. هي كانت وركشوب ممتعه جدا وكانت مثمره جدا، والحقيقه أحلى حاجة فيها إن مش هيئة واحدة هي الممثلة، ولكن هيئات مختلفة، في private sector، في جزء من الوزارات والحكومة، في مجتمع مدني. الورشة تأتي إيمانا بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، كون الشباب أحد أهم أطراف التنمية، وفي إطار إعلان إدارة منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص.